يسرني باسم منتدى الاستراتيجيات الأردني الترحيب بكم هذا الصباح. أتوجه إليكم بشكر الجزيل لمشاركتنا هذه الفعالية التي تتناول موضوع ولدت فكرته حقيقة في هذه القاعة عندما كان هناك اجتماع للهيئة العامة للمنتدى قبل عدة شهور، وشاركنا في تلك الندوة معالي الأخ والصديق باسم السالم، وكان أحد الاقتراحات التي خرجنا بها هو أننا نريد أن نتحدث عن الاقتصاد الأردني، لكن أيضا نريد أن نتحدث عن الاقتصاد الأردني ضمن محيطه الإقليمي وضمن الإطار الذي يتحرك فيه الاقتصاد وتفاعلاته وتعاملاته. لذلك كان عنوان فعاليتنا الأردن والعراق مصالح مشتركة وأفاق واعدة، ينطلق من مبدأ أنه إذا أردنا أن نعزز العلاقات ما بين الأردن والعراق فيجب أن يكون التركيز أولا على أفاق هذه العلاقة، وثانيا على أن تكون هذه العلاقة علاقة متوازنة، علاقة تقوم على الشراكة وعلاقة تقوم على التخطيط بعيد المدى. قبل أن ندخل في موضوعنا لابد أيضا أن نشكر أعضائنا. نحن يعني بنهاية الشهر الماضي بات عدد أعضاء المنتدى المنتسبين 100 عضو، ورقم 100 كان يعني رقم بالنسبة لنا واحد من اللاند ماركس، فإحنا سعداء. معالي الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة، ربما لا ينكر أحد الجهود التي بذلها والرحلات التي قام بها لتعزيز وتوطيد العلاقة ما بين الأردن والعراق على كافة الأصعدة. لذلك ارتأينا أيضا أن نعقد هذا اللقاء بحضوره حتى نتمكن من الحديث عمليا عن هذه العلاقة القائمة وأفاقها الحقيقية، وما هي المشاكل والعقبات التي تعترض تطوير هذه العلاقة. فالشكر الجزيل أيضا لمعالي الدكتور لمشاركته لنا هذا الصباح. لا يفوتني أن أيضا أتقدم بالشكر لكابيتال بانك على رعايته لهذه الفعالية، ولا يخفى أيضا الاهتمام الذي يظهره البنك في ملف العراق وتطوير هذه العلاقات. ما سوف أستعرضه في عجالة هو حقيقة مراجعة سريعة لأداء الاقتصاد الأردني وبعض اللمحات وبعض العناوين التي يمكن أن تشكل أساسا لتطوير العلاقة، كيف كانت، أين نحن اليوم، وما الذي تطور عليها. هذا استعراض سريع لأداء الاقتصاد الأردني. نحن الاقتصاد الأردني لغاية عام 2008 كان يحقق معدلات نمو يعني جيدة وتتجاوز بمعدلها 6%. بعد عام 2008 بدأ التراجع كما بتلاحظوا، وصار عندنا معدل النمو انتقل من حوالي 6% إلى 2-2.5%، وآخر سنتين ثلاثة لم يتجاوز 2.1، وهذا معدل متواضع. لا نريد أن نحلل أسبابه لأنه مش موضوع، نحن حللناه حقيقة كمنتدى في استعراض اقتصاد الأردني في عقدين، وحاولنا أن نوضح ما هي أسباب التراجع. لكن أحد أسباب التراجع كان هو أن الأردن فقد علاقاته وضعفت علاقاته التجارية في الجوار العربي اللي حوله، وهذا ساهم في انخفاض سواء صادراتنا وبالتالي مستويات النمو في الأردن. أيضا أحد المعالم الرئيسية للاقتصاد الأردني هي أنه العجز في الميزان التجاري كما بتلاحظوا أيضا للأسف يعني يتفاقم وفي تراجع. طبعا جزء منه أيضا أنه إحنا كان عندنا صادرات، بالمناسبة الأردن وسوريا لما قبل 2013 كانوا هم الشركاء التجاريين الأوائل للأردن بحجم الصادرات أو الواردات سواء من هذه الدول. العجز اتفاقم، وهذا العجز إحنا بالعادة في الأردن بنسدده فيه سواء محاولات العاملين ومساعدات أو غيره من الأدوات التي نقوم بتسديدها حتى نحافظ على الكرنت أكاونت أو العجز في الميزان الجاري. الآن إحنا اليوم تركيزنا على العراق وتركيزنا تحديدا على التطورات ما بين الأردن والعراق. لما قبل عام 2000 كان الفائض التجاري لصالح العراق لأنه كنا بنستورد، كان في ترتيبات تجارية لا داعي لنستعرضها تاريخيا. لكن في السنوات الأخيرة الميزان التجاري الأردني ما بين الأردن والعراق بات لصالح الأردن، لكن يمكن هنا بنوضح
التطور اللي حصل، ما حاولناش نرجع كثير في التاريخ. من 2013 ل 2018 كان حجم الصادرات الأردنية 883 مليون دينار، يعني يتجاوز المليار دولار سنويا. الآن ب 2018 احنا، رغم انه اذا بدنا نقارن ب 2017 و 2016 احنا عمليا الصادرات الأردنية في نهاية 2018 بلغت 466 مليون، هاي صادراتنا من السلع طبعا، لا تشمل ايضا صادراتنا من اذا في خدمات، لانه ما بتدخل ضمن هاي الحسابات. لكن في تطور حصل باخر سنتين عن مسألة، لكن اذا بدنا نقارنه ب 2000 بالمستوى اللي كان سائد عام 2013، لا حصل في عندنا تراجع في عمليا حجم الصادرات. هذا سؤال اليوم كمان احنا بدنا نتساءله. احنا بذل على الصعيد الرسمي مجهود هائل في الفترة الأخيرة لتعزيز العلاقات ما بين الأردن والعراق، وقعت اتفاقيات وحصل في ترتيبات سواء في مجال النقل أو في مجال إعفاء بعض السلع. أنا على ما أعرف معاليك أنه في 400 سلعة تم عمليا ترتيب إعفاءات وتسهيل لدخولها واعتماد بعض المعايير المقبولة من الجانب العراقي لدخول هذه السلع. لكن في أول 5 شهور هذا اللي حصل، أنه صادراتنا لم تنمو، يعني تراجعت بالنسبة المئوية حوالي 12%، رغم أنه خلال هذه الفترة الصادرات الأردنية لبقية دول العالم زادت بحوالي 4% صادرات سلع. يعني أنه ترند نمو الصادرات في الأردن الحمد لله ماشي منيح، لكن في هذا السوق اللي بذلنا فيه مجهود كبير مش عماله بيحصل هذا التطور، وهذا يمكن يستحق أنه نتوقف عنده ونشوف إذا الخلل هو في الترتيبات ولا في تقصير من جانب القطاع الخاص، أو في شيء إحنا لازم نتلمس ونحط ايدينا عليه حتى نتمكن من استعادة هذا الزخم وتحقيق هذه الارقام. بنعمل انه يكون يعني هذا فقط لغاية شهر 5، وان شاء الله مع نهاية العام نرجع احنا توريزيوم الليفل اللي كان سائد قبل هيك. دخلنا احنا عملنا هيك تحليل سريع بس حتى نظهر، وهذا السلايد والسلايدز القادمات هي بتتحدث عن استعراض سريع لطبيعة السلع اللي عمليا احنا كنا بنصدرها للعراق كأردن ب 2011، حتى نشوف انه احنا عمليا تركيبتنا هون معانا عدد من الصناعيين ما تغير. احنا هاي السلع اللي كنا بالمجمل بنصدرها، 2017 اختلفت تركيبة الصادرات الأردنية. انا سألت اليوم انه الكيميكال برودكتس بتشمل ايضا عدد اللي هي الفارماسوتيكال الأدوية والمستحضرات، لذلك اخذت البلك. لكن يعني إذا بدنا نقارن هون وهون بالتركيبة عمالها بتختلف تركيبة الصادرات، وهذا اللي خلينا نمشي هون شو العراق بيستورد ب 2017. أنا ما بدي أعمل ماتشنج مباشرة، بنعرف إحنا الفرايتز، بس هاي تركيبة السلع هون من وين بيستوردوا. شوفوا الصين وتركيا ليش بيستحوذوا رقم صادرات مستوردات العراق ب 2017 و 2018 تجاوز 60 مليار دولار سنويا، 30 حوالي 60% جاي من مصدرين وشوية. هلا راح انا احنا هنا انا بعطي بس يعني تيليجرافيك شو اللي بيصير، بس ما بدنا ندخل، احنا فينا للمهتمين ندخل ونشوف بالتفصيل شو هي السلع اللي بتم استيرادها من هاي الدول حتى نشوف احنا كأردن شو ممكن نعمل في هذا الموضوع. لكن ملفت للنظر احنا 1.8، أنا بحكي الأردن إذا زاد من 1.8 ل 3 بس 3% من هذا التوتل، إحنا مفروض بنرجع للليفل اللي كان سائد ب 2013 اللي هو كان بتجاوز حوالي 880 مليار دينار صادراتنا السنوية. هلأ شو لازم نعمل حتى إحنا هالنسبة هاي نرفعها وهي تطلع نسبة متواضعة بالحجم السوق الكبير، وهل بالإمكان إنه إحنا فعلا إحنا to enhance هذا الليفل of export تبعنا لهذا السوق أو لا؟ هذا موضوع يعني يستحق انه ان شاء الله اليوم نلقي عليه الضوء. هون لانه لفت نظرنا انه تركيا عمالها تستحوذ على 30% من السوق، شو هي البرودكت اللي عمالها بتتصدر من تركيا الى العراق؟ يعني وهل بالامكان مره ثانيه احنا نفكر وين احنا هاو تو بوزيشن اور سيلف اذا فيها السوق؟ لاحظوا فيها وهي الفيجيتابل، احنا حطينا دوائر على الفيجيتابلز وعلى التكستايل لسبب انه احنا لو بدي ارجعكم على سلايد 2011، احنا كنا بنصدر كثير من هذه السلع للعراق وبعدين بطلنا توقفنا، فلذلك عملنا هايلايت عليها احنا اثناء التحليل
لنفرج انه هاي سلع احنا كان لنا حصة فيها في السوق العراقي، راحت هاي الحصة، هل بالامكان انه نرجع؟ يعني لانه احنا ما تغير علينا الاستراكشر، بالعكس صار في تطور عندنا في هذا المجال، فهل بالامكان انه احنا نرجع نستعيد جزء من هذا السوق، سواء في التكستايل كمان قصة نجاح في صادرات الاردن للسوق الامريكي، ويمكن هلا في سلايد بيجي عليه، احنا عمالنا متصدر اوفر 1 بليون من هذه السلع للسوق الامريكي. طب ما هذا النوع هاو مفروض انه صار عندك موجود، ومفروض نظريا على الاقل انت تكون قادر انك تعمل شيء في هذا القطاع. هون كمان نفس الشيء عن الصين وشو اللي بتصدره للعراق، نظرا لانهم بيستحوذوا على 60% من سوق مره ثانيه حجمه 60 مليار سنويا. ف فقط احنا نمشي هيك. صادرات تركيا منها تكستايل بالرقم، احنا هناك حطينا بالنسبه 900 مليون كلوز تو 1 بليون بصدره للسوق العراقي من هذه السلع. واحنا هون نقول انه في الاردن في عنده مزايا نسبيه في بعض المجالات اللي ممكن نفكر انه نركز عليها، ويصير في نوع من الفوكس على بعض الاشياء اللي احنا ممكن تبنتريت للسوق العراقي. وانا ذكرت صادرات الخدمات لانه بعتقد انه اليوم في الحديث راح نتطرق لهذا الموضوع. الخدمات بتشمل التعليم، الصحه، السياحه، السياحه العلاجيه، وكل كايند اوف هاي المسائل اللي ممكن نيجي فيها. هذا صادرات قطاع الخدمات كما ريبورتد من نشره البنك المركزي، ايش اللي بنصدره احنا من ناحيه خدمات، سواء يعني حسب التصنيفات في مجال النقل، في الخدمات الماليه، في كذا، واللي احنا بنعتقد انه هذا في مجال كبير واسع ايضا للاردن ضمن ترتيبات معينه ممكن احنا نصدر للسوق العراقي. اخر شيء، احنا بنفكر انه السوق العراقي سوق كبير وممكن الاستفاده منه بشكل كبير لو رفعنا نسبه الصادرات الاردنيه بنسبه قليله. العراق يحتاج الى بناء على مختلف الاصعده، واللي اشتغلوا يعني خلال الفتره الاخيره زاروا العراق بيشوفوا على صعيد البناء المؤسسي، على صعيد البناء يعني في جهد كبير، في شغل كبير لازم يصير في العراق. ايضا احنا من توصياتنا انه العراق تقليديا كان سوق يعني في ترتيبات بتحكم العلاقات الاردنيه العراقيه في هذا السوق، لازم نقبل بمبدا انه في الان سوق مفتوح وسوق تنافسي، واذا احنا بدنا تو بنتريت او بدنا ندخل السوق العراقي او نستعيد العلاقه الوطيده مع السوق العراقي ما بيزبط بالترتيبات يعني التقليديه، لا بدنا نروح وننافس السوق العراقي. سبق وفكرنا في أنشطة مشتركة على سواء مناطق صناعية اندستريال زون، شيء اللي يقام اللي يعمل نشاطات مشتركة على الحدود واللي ممكن تأسس لعلاقات طويلة المدى. ما حبيتش أذكر تحديدا مشروع أنا الأنبوب، لأنه أعتقد أنه الأنبوب هو مشروع مهم من مشروع البصرة إلى العقبة والنفط كذا، لكن أي مشاريع في هذا المجال وما يقام على هامش هذا المشروع من مشاريع البتروكيميكالز أو الاندستري كمان شيء ريليفنت. وايضا يعني من خلال تفاعل مع هذا انه لابد من يصير في نوع من الماتشنج ما بين رجال الاعمال الاردنيين ورجال الاعمال العراقيين في مجالات محدده، وفي مبادرات يمكن نسمع عنها شويه احنا لاحقا. يعني هذا كان استعراضنا السريع في المنتدى للاوفر اول، سواء اداء الاقتصاد الاردني او لطبيعه العلاقات وكيف تطورت في اخر تقريبا 6-7 سنوات حتى نشوف وير وي هيدنج مع في هذا الملف. شكرا لاستماعكم، وانا بنقل الكلمه لمعالي الدكتور طارق حتى يعني يضعنا في صوره ما يجري في العلاقات. شكرا جزيلا. بداية بدي أشكر معالي الدكتور إبراهيم سيف اللي دائماً بتحفنا بمتابعته لملفات اقتصادية هامة، وبشجعنا كلياتنا أن ندخل باشتباك إيجابي هام حول العديد من النقاط، نعمل مراجعة شو اللي اشتغلنا، وين وصلنا، وين نجحنا، وين أخفقنا. شكراً لمنتدى الاستراتيجيات، هذا المنتدى اللي اليوم أصبح علامة فارقة.
بأعضائه بفعالياته وبنشاطاته. حقيقة إحنا اليوم نحكي عن سوق العراق، وأنا شايف عدد من القامات الاقتصادية ورجال الأعمال جزء منهم أخبر مني بالسوق العراقي، يعني الكثير منهم أنا شفتهم أكثر من مرة بالسوق العراقي، فلا أدعي أني أكثر خبرة منهم بالسوق العراقي. خلال الفترة الماضية، بس بدي أرجع بالتاريخ شوي صغيرة، بجوز من شهر 6-7 وأنا عم بحاول أروح على العراق، كانت الحكومة العراقية بمرحلة إعادة التشكيل، هذا بحكي من سنة 2018. بعدها تشكلت الحكومة العراقية جديدة، ورحنا مع عدد من رجال الأعمال إلى العراق وجلسنا جلسة زي هاي مع القطاع الخاص، نسأل شو اللي محتاجينه يا إخوان، بدنا نروح على العراق، بدنا نحاول إن نوصل لتوافقات مع إخواننا بالعراق، ومنحتاج أنه يكون في مكاسب للجهتين، مكاسب للأردنيين وللعراقيين بهذا الملف. وجمعنا عدد من الطلبات اللي طرحوها القطاع الخاص، درسناها واشتغلنا عليها، وبجوز من أهم هاي الطلبات تفعيل الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع التي تم التوافق عليها قبل هيك وما كانش مفعل لسنوات طويلة، السماح بحركة التبادل التجاري دور تو دور عشان ما نوصلش للباك تو باك، العمل على الربط الكهربائي، شراء النفط العراقي، العمل في القطاع الدوائي، لأنه في أمور فنية بالقطاع الدوائي تحول دون قدرة الدواء الأردني للدخول إلى العراق بصورة سهلة، بيدخل بس في بعض الإجراءات اللي كان فيها إشكاليات، وعدد كبير من الملفات. استمرينا أعتقد ببحث هذه الملفات وبمفاوضات من شهر 9-10 إلى نهايات شهر 1. كان هنالك وفود عديدة على المستوى الوزاري، جلالة الملك زار العراق بزيارة تاريخية، الرئيس العراقي زار الأردن، دولة الرئيس زار العراق، الوزراء، فيعني كان هنالك جهد كبير جدا، ونجحنا بالوصول إلى توافقات في عدد من الملفات، أخذنا إعفاء السلع، توافقنا على الدور تو دور، الإخوان اللي بيشتغلوا بالدواء، نجحنا ب تقليص عدد الحلقات لأنه إجراءات فنية بيروقراطية معقدة اللي بتمر فيها قصة الدواء بكل دول العالم حتى عنا، ولكن نجحنا بآلية تصنيف الدواء الأردني وقطعنا مرحلة فيها. وكان هنالك طموح كبير وآمال كبيرة معقودة على هذه اللقاءات وهذا الجهد الكبير الذي تم. لما نطلع على النتائج نرى أن النتائج عكسية، في انخفاض واضح بصادراتنا إلى العراق، إحنا كنا نتأمل أنه يكون على الأقل 10-15% جروث بصادراتنا للعراق، في انخفاض. طيب شو سبب الانخفاض؟ كيف نستطيع التعاطي مع الانخفاض؟ في أسباب كثير بدنا نحكي فيها، وأنا ما بعتقد أنه في سبب واحد، يعني لا نستطيع أن نقول هنالك سبب وحيد وإذا حليناه بتنحل الإشكالية. أنا بحكي مرة أخرى عن صادرات السلع، هنالك إجراءات اتخذت مؤخرا بشكي منها القطاع الصناعي، وإجراءات مش اتخذت بحق الأردن، إجراءات اتخذت بحق واردات العراق كلها، مثل طلب رخص استيراد، أي إشي بدك تصدره للعراق اليوم بدك تجيب من الجانب العراقي رخصة استيراد، مش أي إشي بدك تجيبه من الأردن، بدك تجيبه من أي دولة بدك تقدم على رخصة استيراد. قرارات حماية الإنتاج الوطني التي حظرت إدخال بعض السلع إلى السوق العراقي ووضعت قيود على إدخال بعض السلع، هاي جزء من القرارات اللي عم نحكي إحنا وإخواننا بالعراق عليها بشكل تفصيلي، بس كمان في جزء من القرارات الحكومة ما إلها علاقة فيها. بدنا زخم زيارات أكبر إلى العراق من القطاع الخاص، ومش زيارات بروتوكولية، لأنه يعني أنا ما بديش أحكي بالأسماء، بس في بعض الشركات عملت تجمعات وطلعت على العراق من غير حكومة، يعني قطاع خاص طلع حتى يجتمع مع قطاع خاص، وكانوا محضرين درسهم كويس، بجوز في بعض الإخوان من الغرف بيعرفوا تفصيلاً اللي صار، محضرين نفسهم كويس، الصناعي اللي راح على العراق محضر أسماء، عامل البحث تبعه، عامل الديو ديليجنس تبعه، محضر أسماء تجار عراقيين بده يشتغل معاهم، بده يحكي معاهم،
روحوا، غالبية اللي راحوا هناك وقعوا عقود ورجعوا. الاجتماعات الرسمية والوفود الرسمية مهمة، ولكن بجوز كمان بدنا كثافة أكبر، targeted matchmaking، تحدد مين اللي أنت بدك إياه وتروح بكثافة أكبر. في واحد من الزيارات كان معانا وفد كبير من رجال الأعمال الأردنيين، رحنا على واحد من المولات وفي تحدي تاريخي لهذا القطاع كله في الإنتاج في القطاع الصناعي، ويشكو منه القطاع الصناعي، وهي شكوى محقة. كلف الإنتاج عندنا مرتفعة، ولكن ما أقوله بالرغم من ارتفاع كلف الإنتاج ما نقدرش نحط سطر ونقول يا أبيض يا أسود، لأنه بالرغم من ارتفاع كلف الإنتاج هنالك أسواق قادرين على دخولها بكلف إنتاجنا المرتفعة. فروحنا على أحد الأسواق التجارية الهاي إند اللي فيها سلع باهظة الثمن، وتجولنا في هذا السوق كامل في كل طوابق. الملاحظة كانت أولاً أنه هذا السوق السلع اللي فيه ثمنها غالي، يعني مش ما عندهاش حساسية سعرية. لمساتك السحرية أبو طارق، شكراً. هذا السوق السلع التي كانت تباع فيه مش حساسة للسعر، بمعنى أنه إذا سلعة أغلب 5% 10% لا تؤثر فيها، لأنه هذا السوق السلع اللي تباع فيه إجمالاً باهظة الثمن. فكان معانا عدد من إخواننا وتجولنا، الحوار اللي كنا بنحكي فيه أنه إذا في أحد السلع عندنا كلف الإنتاج مرتفعة، بهذه الأسواق نستطيع المنافسة بالأسواق التي ليس لها حساسية، ليس لديها حساسية للسعر. بجوز كمان لازم نبذل جانب أكبر بالقطاع الخاص مع القطاع الخاص بتسويق سلعنا، لأنه أنا تفاجأت بأنه بالمنشأة هاي كاملة ما فيش ولا سلعة أردنية تباع، في سلع من مختلف دول العالم ولا يوجد أي سلعة أردنية تباع. لما حكينا مع أصحاب المحل، لأنه أنا مشيت وحكيت معهم واحد واحد، ما حدش راح وحكى معاهم، مش انه صار في حديث وفشلت المحادثات او المفاوضات او العروض او فانا بعتقد بدنا نبذل جهد اكبر كمان بهذا الجانب، وحتى بالقطاعات المختلفة مش القطاعات الصناعية، سواء بقطاع الانشاءات او بقطاع الخدمات، بجوز بدنا جهد اكبر، لانه عدد من الاخوان اللي راحوا معنا في بعض الزيارات راحوا ومترددين لانه كان عندهم توجس وتخوف. طبعاً لما راحوا وقعدوا هناك وطلعنا ومشينا ورحنا وإجينا صار عندهم أريحية أكثر، التخوف اللي كان عندهم تبدد. ففيما يتعلق بالجانب الرسمي والصعوبات الإجرائية، وكان عنا اليوم الصبح اجتماع مع إخواننا من عدد من النواب العراقيين لهذه الغاية، في عنا تواصل أسبوعي مع القطاع الخاص أو على الأقل القطاع الخاص الكثير العمل مع العراق، حتى نسمع من القطاع الخاص كل شركة من الشركات، كل مصدر من المصدرين المشاكل التي يعاني منها، عشان إذا في مشاكل على المستوى الرسمي بنقدر نحلها، نحاول أن نحلها. بدأنا نحصل بهاي المشاكل وحكيت عن جزء منها، القرار مش قرارنا، ولكن نسعى مع إخواننا في الحكومة العراقية للعمل على تذليل هذه الصعاب وحل هذه الإشكاليات. في جزء منها أنا بعتقد قادرين على حله، جزء بجوز يأخذ مدة أطول، بس بالرغم من كل التحديات والمعيقات الإجرائية في بعض الأحيان، أنا بعتقد قادرين أن نعمل نقلة نوعية بحجم صادراتنا إلى العراق، قادرين أن نعمل بالرغم من ارتفاع كلف الإنتاج، بالرغم من كل المعيقات اللي بنحكي عنها، إذا كان لنا تواجد للقطاع الخاص أكبر، عدد زيارات غير بروتوكولية، زيارات عمل إلى العراق، تنسيق مع شركات ومشترين وتجار عراقيين، أنا بعتقد قادرين أن نحدث نقلة، خصوصاً أنه صادراتنا عم تطلع. ودكتور أنت العرض اللي عرضته فيما يتعلق بالميزان التجاري، الفجوة تبع العجز بالميزان التجاري عم بتزيد، بس حتى سنة 2017 اللي لو الشارت كملت 2018 العجز بدأ ينخفض، و 2019 بالأشهر الخمس الأولى العجز بدأ ينخفض، وبأرقام أنا بعتقد مش بطال الأرقام اللي بدأت تنخفض
العجز، وهذا دليل على فاعلية قطاعنا الصناعي، نشاط قطاعنا الصناعي وقدرة قطاعنا الصناعي. وأنا بعتقد في بعض الانطباعات في بعض الأحيان في بعض الأوساط قد تكون مخطوئة، اليوم عندنا قطاع صناعي متطور جدا. بس بدي أضرب مثال، في السوق المصري كلف الإنتاج أقل بكثير من السوق الأردني، ومع هيك في بعض الصناعات، وفي معيقات إجرائية وإدارية، في بعض الصناعات بتبيع بالسوق المصري. ليش بتبيع؟ لأنه النوعية والكواليتي عالية جدا، فقادرين أن ننافس بهذه الأسواق. اليوم شغالين على خطة عمل وأنا متوسم فيها خير، نعمل مع غرفة الصناعة على خطة عمل بمختلف الأسواق، بس اللي بيعنينا اليوم نحكي عن السوق العراقي، نعمل على خطة عمل للسوق العراقي تحديدا، وجزء منه اللي عرضه الدكتور إبراهيم بالعرض تحديد المنتجات اللي نحن أقدر على المنافسة فيها. أنا لا أرغب ولا تحت أي ظرف من الظروف أن أنافس الصناعة العراقية في العراق، ولكن هنالك مستوردات يستوردها العراق من دول أخرى، أنا هذا اللي بدي أنافسه، هاي الصناعة اللي بدي أنافسها. نعمل على تحديد هذه المنتجات، نعمل على تحديد المشترين المحتملين لتعظيم قدرتنا وصادراتنا إلى العراق. مرة أخرى شكرا معالي الدكتور، شكرا لكم جميعا، وشكرا لمنتدى الاستراتيجيات. شكرا جزيلا معاليكم. أعتقد أنه في تشخيصك وفي مسائل ضرورة تواجد القطاع الخاص على الأرض والإجراءات اللي تم اتباعها، وأن يكون في عنا ما وصفته أنت بتارجتت ماتش ميكينج والجهد الأكبر اللي يبذل. وفي حقيقة الأمر إحنا كمنتدى كمان بنحكي أنه في كتير مبادرات ممكن أنه القطاع الخاص يكون ليدر فيها. وفي هذا المجال يعني بدي أدعو معالي أبو طارق، كونه يعني من المؤمنين بالسوق العراقي لفترة طويلة، أنه أيضا يمكن يحدثنا شوي عن التجربة عن رؤيته كقطاع خاص في هذا المجال. تفضل معالي. شكرا أخي إبراهيم ومعالي إبراهيم بيك وأخونا العزيز طارق. فعليا أنا الموضوع اللي تفضل فيه معالي الوزير برأيي هو المهم. حكى على الإنجازات اللي قامت فيها الحكومة وإشي منه قدروا يطلعوا بنتائج إيجابية، وإجي ومواضيع معينة ما قدروا ينفذوها لصعوبة التعامل مع الجانب العراقي، مثل الحدود والبضائع المعفاة للصناعة وإلى آخره. لكن أنا برأيي اللي قامت فيه الحكومة مشكورة، قامت بجهد كبير، وهذا الحكي أنا ما بحكيه قدام علي، لكن بحكيه باستمرار بأي جلسة وأي أخ بسألني أو أخت تسألني عن السوق العراقي. السوق العراقي سوق كبير وبحاجة لجهد كبير من القطاع الخاص. الحكومة أنا برأيي مشكورة قامت بدور كبير، وما رح تقدر تقوم باللي إحنا مفروض علينا نقوم فيه. وإذا برجع أنا معليك لسلايد التوصيات، سلايد التوصيات برأيي هو مهم جدا اللي قامت فيه الجمعية مشكورة المنتدى، إنه هو دور القطاع الخاص بالمشاركة أو الدخول للسوق العراقي. التوصيات كلها تفرض علينا إحنا كقطاع خاص نتعاون مع بعض وندخل بمشاركات بأي مشاريع منشوف ضروري القيام فيها. معالي حكى مطولاً على الصناعة، لكن الصناعة هي جزء بسيط من إمكانية الخبرة والكفاءة اللي موجودة بالسوق الأردني، هاي ندخلها على السوق العراقي. مثل أخونا الأخ يعقوب ودورهم بالمقاولات، مثل جماعة الآي تي وجماعة المكاتب الاستشارية، مثل المشاركة بمجالات المناطق الصناعية اللي احنا عنا من أهم المناطق الصناعية يمكن بالمنطقة، كيف احنا نقوم بدور كبير للتعاون مع الإخوان بالعراق اللي هم بحاجة لهالكاباسيتي بيلدينج اللي غير موجودة عندها. أنا اليوم الصبح قبل ما أجي على هذا المنتدى كانوا البنك المركزي العراقي بقول لي بدنا نشوف جماعة مدفوعاتكم إذا بيجوا عنا على العراق، نأخذ المودل تبعتهم
للدفع الإلكتروني بالعراق. ففعليا في جهد، في إمكانيات كبيرة، لمجالات كبيرة اللي بنقدر إحنا نستغلها. لكن لسوء الحظ، أنا بعطي مثال بسيط عنا إحنا كبنك. إحنا كبنك استثمرنا بالعراق ودخلنا بالسوق العراقي، وهلأ ماخدين، إذا بدي أقول بدي أبالغ، ماخدين أقل من 1% من السوق العراقي. اليوم بنوك أردنية عم بتحاول تدخل للسوق العراقي، وأنا بشجعهم يدخلوا للسوق العراقي، لكن ولا واحد إجا حكى يا أبو طارق شو المشاكل اللي موجودة بالعراق، خلينا نتعاون سوا، فسرونا إيش عم بيصير بالعراق. السوق العراقي بحمل بنكنا وكل البنوك الأردنية مجتمعة، وما إله تأثير، ولا بأخذ الشغل اللي هلأ عم بأخذ جي بي مورغان، أو اللي عم بأخذ سيتي بانك، أو عم بأخذ البنوك التركية، أو اللي عم بأخذ البنوك اللبنانية. بإحنا امبارح بنك عودة لحاله فتح اعتماد ب 257 مليون دولار. لو أنا أجيت مع الأخت نادية وبنك الإسكان الأخ عمار قلنا لهم تعالوا إحنا الثلاثة مع بعض يلا نعرف نفتح هذا الاعتماد. ففعليا التعاون ضروري على كل السكترز، وأنا هذا التعاون مش شايفه. بروح واحد للعراق بده يخذ له مشروع، بفكر إنه إذا جاب معه أي مستشار بقطاع المي أو بقطاع الطاقة أو بقطاع الكهرباء أو بالسولر أو whatever، إنه هذا منافس لإله. السوق العراقي يا إخوان سوق كبير، ولا واحد حاله بيقدر يقوم بهذا السوق. فالتعاون بيناتنا بالسكترز أنا برأيي ضروري جدا حتى ندخل ويكون لنا وزن بالسوق العراقي. اليوم كان حكي إخواننا بالمقاولات إنه بدنا إحنا كفالات بنكية، بدنا تساعدونا بالبد بهذا الموضوع من البنك المركزي وسمح لنا بهذا الحكي. لليوم ورا مقاول منكم أخذ شغل مليون دولار لليوم، بينما اللي أنا موجود عرض الواقع بتسمع هذا الاعتماد، هذا الكونتراكت راح 50 مليون وهذا راح 100 مليون. فإذا ما كان في عنا نوع من الائتلاف، نوع من التعاون بجميع القطاعات إحنا كرجال أعمال أردنيين، أنا برأيي النتيجة راح تكون لسه متواضعة ومتواضعة جدا. نقل المعلومة، وأنا اللي بتفضل اللي بعمله الدكتور إبراهيم مشكور، هي لفتح أفاق للجميع، ما يكون في نوع من التنافس بيناتنا يا إخوان. إيش ما دخلنا على السوق العراقي بيحملنا كلنا، لأنه زي ما أعطى أرقام اليوم 30 بليون الصين و20 بليون تركيا، وإحنا ما وصلنا 500 مليون. ففعليا أنا اللي بطلبه أنه القطاع الخاص يتعاون مع بعض، القطاع الخاص يكون له وجود هناك، ومع احترامي للحكومة، الحكومات مش راح تحل مشاكلنا. اللي راح يحل مشاكلنا إحنا على أرض الواقع، نروح ونتابع المواضيع بجميع القطاعات اللي العراق اليوم بطلبها، والمشاريع المطلوبة إحنا عنا أدج، عنا أدد فاليو، يعني بنقدر نفيد والسوق العراقي ونستفيد. بده يكون في نوع من المشاركة، عهد البروتوكولات ولا، واليوم الدخول للسوق العراقي بدهم يشعروا بأهمية المنتج الأردني والصانع الأردني ورجل الأعمال الأردني والمستشار الأردني، وأنا برأيي إنه هذا مطلوب والأبواب مفتوحة لنا. شكراً عليك. شكراً عليك. ويمكن إحنا متفقين، إحنا في عنا في القاعة، يعني أولاً كمان لازم نشكر إخوة العراقيين اللي شاركونا اليوم في رحب فيك شيخ، والإخوة الحضور اللي كمان من الجانب العراقي مهتمين أيضاً بتعزيز العلاقات معنا في الأردن. بس أنا بعرف إن الأردن إحنا تحدثنا يمكن أكثر عن السلع، لكن بدي بالاسم أدعو عدد من الإخوة الحاضرين بس يحدثونا عن شوي عن قطاعاتهم، وإذا بتسمحوا لي يعني لإدارة الجلسة بدي أطلب منهم بس الاختصار قدر الإمكان، لأنه عندي اللست طويل، لأنه في ناس عملوا في العراق وفي ناس عندهم رؤية أيضا للعمل. بدي أدعو الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات كقطاع رائد من القطاعات اللي إحنا حتى في مؤتمر لندن تحدثنا عن أنه ممكن يكون قطاع رائد، لي يعني تقديم مداخل ورؤية حول رؤية السوق العراقي، بعدين بدنا ننتقل للإنشاءات لغرفة الصناعة ولأحمد هنان. تفضل. شكراً عليك، شكراً لمنتدى الاستراتيجيات.
سيدي، احنا في قطاع المستشفيات الخاصة وتعاوننا مع اخواننا العراقيين، انا بعتقد انه الارقام تختلف عن اللي عرضتوها في السلايد. احنا 2019 العراقيين بشكل الجنسي رقم واحد في العلاج في الأردن، بعد ما كانوا رقم اثنين بعد السعودية. فبال 2019 السعودية تراجعت إلى المرتبة الثانية والعراق أخذ المرتبة الأولى. تشرفنا بمعية معالي الدكتور طارق الحموري بزيارة إلى بغداد، والتقينا بوزير الصحة العراقي الدكتور علاء الدين علوان، اللي عبر عن أنه رغبة العراقيين في العلاج في الأردن يعني ما بضاهيها أي بلد تاني. عندهم تجارب سيئة مع دول أخرى زي الهند وزي الدول أخرى ما بدي أذكرها، لكن كان العائق وما زال هو موضوع التأشيرات. أنا بعتقد موضوع التأشيرات ما زال يؤرقنا ويؤرق إخواننا العراقيين اللي بيحبوا يجي يتعالجوا في الأردن، فأحياناً بيعطوا المريض الفيزا بس ما بيعطوش المرافق، وبالتالي ما بيقدروش يجوا الاثنين. الموضوع الثاني إنه إحنا كقطاع خاص، وزي ما حكى معالي الدكتور باسم، إحنا اليوم في عنا وفد 35 شخص من 10 مستشفيات موجودين. أمس كانوا في أربيل وأول أمس، اليوم في السليمانية بيعملوا رودشو بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وجمعية المستشفيات الخاصة، بيزوروا أكثر من جهة، بيلتقوا بالناس. وأنا بعتقد أنه هذا الموديل الصحيح، شخص لحاله ما بيقدر يعمل شيء. عندنا اليوم اتفقنا مع وزيرة السياحة أن نفتح مكتب في بغداد لتسهيل معاملات المرضى. المريض اليوم إذا بده يأخذ تأشيرة لازم يروح على السفارة، السفارة موجودة في الجرين زون، الجرين زون منطقة ريستريكتد على العراقيين، وبالتالي بيقدرش يصل مشان يأخذ تأشيرة، فكأنك بتقول له ما تعمل تأشيرة. إحنا قررنا أنه نعمل مكتب خارج الجرين زون، يكون فيها مندوب من السفارة ومندوب من الجمعية ومندوب من هيئة تنشيط السياحة اللي نعمل له كل الإجراءات، وبالتالي بالإمكان أنه إحنا نقدر نزيد أعداد المرضى اللي بتعالجوا، ونقدر نزيد المجال بالاستثمار في القطاع الصحي سواء في الأردن أو في العراق. وأنا بعتقد أنه الأبواب جدا مفتوحة، وعندنا إج كثير مميز في موضوع الخدمات العلاجية. شكرا. شكرا جزيلا. أبو ربحي تحب تعلق شيء؟ شكرا معالي الدكتور إبراهيم على هذه اللقاءات، يعني أنا بدي أشكر معالي الدكتور طارق على الجهود الجبارة اللي يعني ساند فيها قطاع الإنشاءات. تشرفنا بمعية معالي الدكتور طارق الحقيقة كقطاع إنشاءات بشقيه، تنفيذي وقطاع الاستشارات الهندسي ممثل بنقابة المهندسين بالعديد من الزيارات، ليست زيارة واحدة، وكان الترتيب على أعلى مستويات المعنيين في العراق بقطاع الإنشاءات مع معالي وزير البلديات ومعالي وزير التخطيط العراقي وكل المعنيين في هذا المجال. ويعني الحقيقة احنا في هذا الملف مع الإخوة العراقيين حققنا عدة بروتوكولات، كان من أهمها الاعتراف بالمقاول الأردني وبتصنيف المقاول الأردني كما هو بالأردن بالعراق. للمعلوم فقط عدد المقاولين بالعراق 36,000. يعني أنا بدي أركز برضو على اللي تفضل فيه معالي أبو طارق إنه قديش السوق العراقي بتحمل، وإحنا مش بصدد المنافسة مع بعض بقدر ما نحن بحاجة إلى أن نأتلف مع بعض مشان أن نشتغل بكافة القطاعات، سواء كنا مقاولين أو قطاع مصرفي أو تأمين وكل وحتى مستشارين هندسيين. بالتالي إحنا عدد المقاولين عندنا تقريبا بحدود 2500 مقاول مقارنة مع 36,000 مقاول بالعراق. ويعني هناك زيارات مكثفة، وأنا الحقيقة ما بدي أنسى الدور الإخوة العراقيين المستثمرين في الأردن، وإحنا في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين نمد جسور التعاون بيننا وبين الإخوة العراقيين اللي موجودين، وشيخ زارنا في أكثر من مناسبة
العديد من المقاولين العراقيين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، يعني يملكون بيوت وساكنين هون، ومرحب فيهم في نقابة المقاولين لمد جسور التعاون في كل المجالات: مياه، طاقة، إنشاءات، طرق. حجم العمل بالعراق مهول حقيقة، والشركات الأردنية يعني لا زالت لديها العديد من المشاكل. خلينا نحكي للآن إحنا نصطدم فيها، بدنا نسأل عن الأسباب. في عندنا مشاكل معاليك لا زالت، نحن يعني بالعكس نعظم الإنجازات، لكن يعني أنا مشان أطلع مقاول أردني بشكل صحيح وسليم لازم أشجع الائتلافات، وهنا شغالين على هذا الموضوع، ويكون وضع المقاول أيضا والمهندس بوضع صحي اللي يقدر ويتصدر. في مشاكل ما لست بصدد أني أسردها بهذا الاجتماع، لكن يعني هذا مهم، ودور من يعني دور مهم للحكومة حتى أنه تساعد قطاع الإنشاءات على التصدير، أقلها دفع مستحقات المقاولين. أيضا يعني بدنا نشكر برضو القطاع المصرفي بالأردن على التسهيلات اللي قدمها، 100 مليون دينار مبدئيا مش كثير، بس إحنا نأمل أنه يصير في عطاء إن شاء الله. لا في عطاءات، في مشاريع وفي مقاولين أبو طارق، لا شغالين شغالين يعني، وفي شغل، ويعني سيكون لنا لقاء قريب في البصرة ولقاء في بغداد بنهاية هذا العام، وإن شاء الله أنه يفتح شغل. إحنا أخذنا تسهيلات بقيمة 100 مليون دينار من البنك المركزي، إن شاء الله أنه يستغل في القريب العاجل. في الحقيقة تخوف من عدة قضايا معاليك. القضية الأولى هو القلق الأمني اللي مأخوذ عندنا هون، أنه والله الوضع الأمني بالعراق مش مستقر، وهذا غير صحيح. وإحنا إن شاء الله بالزيارة القادمة راح يكون معنا صحفيين يعكسوا الواقع الأمني الحقيقي بالعراق. القضية الثانية قضية الحقوق، يعني كمقاول أو كمستشار أنا كيف بقدر أحصل حقوقي، واللي معروف أنه الحقوق بالعراق غير محفوظة لدينا، هيك معروف، لكن هذا أيضا غير حقيقي. الحقيقة يمكن البلد الوحيد اللي بتحصل فيه الحقوق هو العراق، بغض النظر يعني في تجربة لأبو طارق وفي تجارب كثيرة مع مقاولين وتجار، ما حدا راح له إشي بالعراق. والمخاطر الثانية اللي هي معاليك اللي تحدثنا فيها أثناء افتتاح معرض الإنشاءات الأردني أمام دولة رئيس الوزراء، وهي الفيز والتحرك. يعني أنا الأوان إذا نتحدث في هذا المجال أنه يكون في تسهيلات في هذا المجال، أقلها تنقل الأشخاص والإقامة والاستثمار. شكرا يا سيدي، في اعتراض هنا شديد. شكرا. لا مش شديد، بس مشكور سعادتك بالعكس، بس احنا لانه في ليست اوز. لا لا الله يسلمك بالعكس، شكرا لك. بدي انتقل، احنا تحدثنا عن الصادرات والسلع، فبدي ادعو سعادة ابو عدي رئيس غرفة الصناعة ايضا الحديث عن، لانه كمان زار بغداد وشاف الواقع. تفضل ابو عدي. صباح الخير. انا صحيح زرت العراق في اكثر مرة بمعية دكتور طارق الحموري. يعني في جهد بذل وما زال يبذل الحقيقة من قبل الحكومة في هذا الاتجاه، يعني ما حدا بيقدر ينكره الحقيقة. وإحنا اليوم طلعنا في موضوع جديد بالتعاون مع معالي الوزير، إنه إحنا عملنا ملفات لهذه الدول، يعني إحنا عملنا لكل دولة ملف، وخصصنا إخوان من مجلس الإدارة لهذا الملف. مثل العراق اليوم في إخوان اثنين من بيستلموا هذا الملف بدعم طبعا من الإدارة بشكل عام. بعد الزيارات اللي عملت مع الحكومة بعثنا وفد مؤخرا مع واحد من الإخوان اللي حمل الملفات، وأثمرت هاي الأمور. طبعا احنا عملناها الآن لسنغافورة، لجيبوتي، لفلسطين، لكل الدول. اليوم احنا عملنا ملفات مشان المتابعة. لكن أنا يعني ويسمح لي أخوي الدكتور طارق، احنا إذا ما حكينا الحقائق والصحيح احنا راح نضل في محلنا. احنا صرنا بجوز 10-15 سنة بنصدر 7 مليار زائد ناقص شحطة. واليوم انا بحس الحكومة مركزة كثير على الصادرات، انا بعرف 100 صادرات. بس اذا ما رحنا للكور تبع المشكلة، وانا بلحظ احيانا
بعض اللوم على الصناعيين. أنا مش بدافع الآن على الصناعيين، أنا شايف الصناعيين مقاتلين وشرسين، يعني عندهم قدرات ومصدرين وبيعملوا. إحنا عندنا مشكلة حقيقية في الصناعة الأردنية ما حدا يحاول ينكر فيها. إحنا كلف الإنتاج مرتفعة تماماً، واللي أهم من ارتفاع كلف الإنتاج إنه البلد مفتوحة على العالم. يعني أنا بدي أقول أخوي أبو طارق بانكر، إذا هو موجود اليوم وبحط مثلاً فائدة 10% وبنك اللي في العراق بحط 3% وسهل أروح أقترض من العراق، عمري ما بقترض من عندك أنا، مستحيل. اليوم البضاعة في انسياب تدخل للأردن من كل الدول المحيطة بدون أدنى حد للجمارك، وكلف الإنتاج في فرق 30%. وأنا قلت لمعالي الوزير ولدولة الرئيس إذا ما حققنا نقطة التعادل اللي هي بريك إيفن في مصانعنا داخل الأردن، احنا كيف نروح نصدر؟ ما هو انت وين متحامل بضاعتك؟ في منافسك نفسه برا، يعني بتحمل بضاعة الأردنية بتروح على أوروبا، ما فيه سوري وفي مصري ومغربي قاعد جنبك بالمعرض بتنافس انت وياه. احنا اذا ما رحنا لمشكلة ننكور، انا عارف انه الحكومة معالي قاعد بتطلع بهدد فيه، انا عارف والله بعد اللقاء اتغرق كل مشكلة، بقول لك يا اخي اي اجراء في اي انعكاس مالي احنا الحكومة مش قادرين عليه. اذا خلينا نرجع مرة ثانية، خلينا نعترف بالمرحلة معينة نقول يا عمي خلص. حدا من الحضور يقول لي أنا اليوم منتج المصري على سبيل المثال، هلا بتقول لي إحنا بنحكي على العراق، عذرني بس. طب هو أقل مني بثلاثين في المية، طيب كل في التأقل وبدفع نقدا للصادرات، هو بيعمل الريفند. حدا يقنعني كيف أنا بدي أقدر نفسه في الأردن؟ ما يعني في وضع مهم. أنا بشكر في تعاون والله العظيم، نشتغل ليل ونهار أنا ومع الوزير، وما في منطرق الباب إلا نلاقيه مفتوح. بس في واقع مرير، احنا بنقول إذا ما رحنا باتجاه بصمة، أنا بعرفش إلا بقول لك إنه إن شاء الله. أنا دعيت على معالي الوزير قلت له يا الله تصير صناعي عندك مصنع ويتعثر، مش إنه يصير عند مصنع ويمشي، لا يتعثر. أنا عارف هو بدي عليه بقول يا الله يا رب تصير وزير صناعة، مش هندر. أنا عارف والله لو محلك بجوز تكون يعني بجوز أنت أكثر مني ألف مرة قدرة، لكن هذا واقع إحنا عايشينه إخواني. وللأسف يعني معاملة العراق، الحكومة لا ذنب لها ومشكورة في موضوع العراق، بذلت كل الجهود، لكن بعض الدول الأخرى في عتب على الحكومات اللي المعاملة بالمثل. إنما العراق الجهد اللي بذله. أنا أقول لك شغلة ثانية، والله لو العراق ما أعطانا ولا ميزة ولا قائمة ولا عفانا من أي جمرك، ولكن كان عندنا قدرة على المنافسة بكلف الإنتاج، إن لن ننافس في العراق وإحنا سمعتنا في العراق زايدة. ولا شيخ مؤيد ولا مش مؤيد؟ بس لا بدي أشوفه هيك بحركة مؤيد 100%. شكرا جزيلا سيدي، شكرا. مساكم الله بالخير. حقيقة كل ما قال أخونا أبو عدي في محله، في تحديات كبيرة بالداخل، وحينما تنظر إلى الدول المجاورة شنو التسهيلات اللي تقدم إلى الصناعة نجد نفسنا متأخرين. الله يكون في العون، إحنا كنا مدركين الوضع ومقدرين وعايشين الوضع، بس مثل ما تفضل موضوع صادرات، دعم صادرات، يجيك واحد يعطيك 10-15% دعم، انت زيرو، هذا واحد. اثنين انرجي، مرتبات اكس زد واي، كل الكلف لا تقل عن 25-30%. فرق الكرنت جنيه عن الدينار اللي يجي لصالحه أكثر من 35-40% فرق بينه وبينك. هذا التحدي بالداخل، وإحنا إذا ما كنا بالداخل صلد نقدر نوقف على حيننا، ما نقدر ننافس مثل ما تفضل أخونا الكريم. وأنا هاي حكيتها لمعالي وحكيتها، وفي محددات كثيرة حقيقة أو معيقات كثيرة ما بدنا نبرزها،
بس احنا يعني there is a big challenge، يعني تحدي كلش كبير. الاخوان في الصناعه مشكور ابو عدي والاخوه الكرام ما قصروا زياراتهم مكوكيه سواء اذا كانت للعراق او غير العراق في سبيل فتح اسواق وفتح كذا، بس تبقى المشكله هي هي انت in the same circle. احنا اخوان خلي نكون كثير صريحين مع انفسنا، البدايه تبدا من البيت من الدار. اذا انت علمت ابنك ورتبته بالداخل راح يكون قادر على مواجهه كل مكان ترسله فيه، سواء في بعثه في امريكا في انجلترا في وين مكان. لكن اذا في مكانه كان ضعيف لن يستطيع الوقوف على رجله. اللي عم بيصير معانا هكذا، احنا ونجي نلقى كل اللي يجي من هب ودب بينزل بها البضايع. يا عمي يا اخوان هاي الصناعه يراد لها استدامه، يراد لها كذا، يراد لها كذا. يعني تجد، يعني انا ما اقدر اقول يمكن يخوني التعبير، كل من وفق مقدراته يقول لك هذا اللي موجود عندي. بس على الاقل على الاقل يا اخي فرض ضريبه، فرض حاجه. يعني اليوم احنا عم بنشوف اكبر دوله بالعالم واللي هي حطت تشريعات كبيره، حينما اختنقت مسكت الصين ومسكت غير الصين وبلشت بالنافته وبلشت بالغيره وين ما كان تضرب. هسه تقول لي احنا مش ذاك الرجال ابو العضلات، اقول لك معلش بس على قدنا كمان. يعني هذا بشكل عام. اما موضوع الـ 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 الاخوان اللي ماشيين فيه مع العراق هو التشخيص الامثل. وبنفس الوقت موضوع المئة مليون اللي تحدث عنها جناب الأخ الكريم أو الأكثر، اليوم المقاول يوجد في العراق هيوج بزنس، بزنس كبير، لكنه المقاول اليوم ما عم بجرأ الأردني على الدخول إلى السوق العراقي بالشكل اللي مفروض أن يكون به. الشراكات الحقيقية هي شراكات اللي تبنى على توازنات معقولة بين الطرفين، موجود من يقدم الأرض وموجود من يقدم الفاسيليتيز وموجود من يقدم، لكنه أكو مخافة برأس المال كبيرة. صحيح عندنا مثل يقول ملدوغ الحياة يخاف من جرة الحبل. أبو معالي أبو طارق لا تنوع لي كثير يعني معالي سيدي. لكنه استفاد من التجارب اللي صارت، يمكن دخلنا بسكيل كلش كبير، بس ممكن اكون على شيء بارشلي وشيء بعد شيء وتكبر الامور وهكذا. واطلنا عليكم سيدي ومع جزيل الشكر والاحترام. اخ نضال، انتم كنتوا ايضا ريسنتلي في العراق وبعدين نفتح الحوار اذا سمحت. يسعد صباحكم جميعا. صحيح، اول شيء شكرا دكتور ابراهيم وشكرا معالي دكتور طارق، شكرا للجميع. انا بحب كجمعيه انتاج نحكي على تجربه كثير مهمه ويمكن تكون انلايتنينج او شيء للقطاعات الثانيه واللي احنا كمان تعلمنا منها. طبعا الحكومه ما قصرت بفتح الباب بزياره التاريخ لجلاله الملك، زياره الرئيس واخواننا الوزراء والاخري، ولكن احنا ارتئينا زي ما تفضل معالي دكتور معالي طارق انه ومعالي ابو طارق كمان القطاع الخاص هو اللي ياخذ الخطوه الى الامام. طبعا بالتعاون مع اخونا خالد كنعان الجمعيه الاقتصاديه العراقيه الاردنيه مع الاي اف سي مع البنك الكابيتال، كمان كان في شيء كثير مهم، يعني 30 شركه من القطاع الخاص راحوا على بغداد ب10/7 الماضي بالتعاون مع رابط المصارف العراقيه الخاصه. كان ماتش ميكينج بصراحه كثير ناجح، ومعالي ناديه كانت موجوده وعم بيصير في فول اب كبير. احنا بنعتقد القطاع التكنولوجيا المعلومات قطاع كثير مهم، ولكن الهوم ورك لازم يكون عمل صح، وهو صار صح لانه احنا بنشتغل على قطاعات معينه. كقطاع مالي هو يمكن الانضج في العراق انه نقدر نحكي باللغه اللي محتاجها، وعندنا قصص نجاح كمان. الفاينانشال تكنولوجي في الاردن قويه جدا،
طبعا سفيرنا في الأردن لازم أوجه له التحية بصراحة منتصر العقلة، لأنه فعلا نشيط وساعدنا كثير بهذا المجال. المحتوى العربي عندنا قوي جدا، والعراق بحاجة لهذا المحتوى. هاي ميزة عن الدول الأخرى، يعني كبحكي تكنولوجيا معلومات إن كان تركيا أو إيران أو غيرهم، ولكن في عنا لبنان موجودة، ولبنان عنها ميزة بصراحة إنه فيش فيز بين بعض، يعني بين لبنان والعراق أعتقد ما في تأشيرات بين، وهاي يعني أعتقد شغلة بصراحة لازم تأخذ بعين الاعتبار من حكومتنا، لأنه يعني إذا قدرنا نشيل هذا الحكي راح نلاقي إخوان عراقيين جايين رايحين، وبالعكس وراح تكون الأمور لكل القطاعات. وأنا هاي بحب بحطها على الطاولة مرة تانية، بعرف في أشياء أمنية ما بحب أدخل فيها، ولكن موضوع التأشيرات كثير مهم. الكعكة كثير كبيرة زي ما تفضل أبو طارق، بس الشغل لازم يكون بصراحة بشكل جماعي أكبر. وقطاعات تانية، قطاع الصحة بحكي بالديجيتال ترانسفورميشن أو بحكي بالتحول الرقمي، قطاع التعليم هذا بده يكون عمل له دور كبير. طبعا موجود أحمد هناندة يعني كان برضو له دور كبير ولا يزال بالموضوع هذا، وخالد يعني ما قصروا. فبس حبيت حط هيك هايلايت عام على تجربتنا مع العراق، وإحنا متفائلين كثير. في شغلة بس أخيرة بديش أطول، إنه يمكن المليون دولار ديل بالآي تي عن 10 مليون ديل بالصناعة، لأنه المليون دولار هاي كلها تقريبا رح تيجي لل يعني للبلد، ولكن 10 مليون يمكن 9 مليون جاي رو ماتيريال وإلى آخره، وبصفي المربح الهامش مختلف. فبس أعطيكم العافية. أبو كريم خليني بس أجي لعند أخ أحمد هناندي، لأنه خاض تجربة عملية وكان موجود في العراق أنت ريسنتلي، فتفضل أبو كريم. شكرا عليك وشكرا لكل الحضور. الصراحة لما اطلعت على العرض اللي أنت عملته دكتور، يعني فيه الحقائق والتوصيات اللي انتم قدمتوها، اعتقد هذا اللي احنا محتاجينه ومحتاجين نفكر فيه بشكل صحيح. اليوم ما بدنا ننسى، اذا بدنا نقارن العراق اليوم بالعراق قبل 5 سنوات وما قبل، كانت الاردن احد الابواب اللي او المين جيت ويز للعراق للدخول السوق العراقي، وكانت أكثر الشركات العراقية والمستثمرين العراقيين عم بيشتغلوا للعراق من الأردن. ولكن اليوم اللي عم نشوفه بالعراق في تطور على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويمكن من أكثر الأسواق اللي المؤشرات فيها إيجابية في 3-4 سنوات الأخيرة، وهذا خلق جو اقتصادي مختلف داخل العراق. عم نشوف المستثمرين العراقيين عم بيرجعوا للعراق وعم بيعيدوا تأهيل مصانعهم داخل العراق، عم نشوف الحكومة العراقية عم تعيد تأهيل مصانعها داخل العراق، وإعادة تأهيل هذه المصانع يعني راح يكون في تحدي كبير أمام الصناعات الأردنية تدخل السوق، لأنه حيكون في صناعات داخل العراق. بقطاع الخدمات لازم نكون موجودين على أرض الواقع، ما بدي أقلل من أهمية التأشيرات أو تحدي التأشيرات، ولا أقلل من أهمية الجمرك ولا قديش الجمرك، ولكن لازم نكون موجودين على، إذا إحنا بدنا نكون موجودين بالسوق العراقي لازم نكون موجودين داخل هذا السوق، لازم نفهم هذا السوق، لازم نفهم المتغيرات الموجودة بهذا السوق. المتطلبات واحتياجات السوق العراقي بالمرحلة القادمة حتكون مختلفة. إذا إحنا بدنا نضل معتمدين زي ما قلت معالي إبراهيم، إذا نضل معتمدين على الطريقة التقليدية بالتصدير للعراق، راح تضلك تشوف انخفاض بهاي الصادرات، لأنه هاي الصادرات كان السوق العراقي مجبور ياخذها منك، انت ما عملت الجهد الكبير بانك تبيعها. اليوم هلا صار لازم يصير في جهد للبيع، ولازم نزيد تنافسيه الخدمات المقدمه من الشركات الاردنيه والمصانع الاردنيه داخل السوق العراقي. الشيء الثاني، وجود البنك الاهلي العراقي داخل العراق صراحه بيساعد، فوجود المؤسسه الماليه الاردنيه داخل السوق العراقي عماله بيساعد، واحنا عندنا ادفانتج كبيره انه عدد كبير من المستثمرين العراقيين واللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العراقي موجودين بالاردن ولهم اعمال بالاردن. فبناء التحالفات والشراكات الاستراتيجيه وفتح الباب للاردنيين انه يقدروا يحصلوا على شراكات استراتيجيه داخل العراق ويشتغلوا، هذا حيزيد فرصهم بالشغل بالعراق. ولكن اظن التوصيات اللي انتم قدمتوها كلها سليمه ومطلوبه. شكرا جزيلا. احنا يعني عندنا كمان هيك هامش من الوقت لحوار، انا شايف
مين؟ أستاذ أبو طارق، بس ارفع إيدك خليهم يعطوك المايك، بعدين دكتور إياد، وإذا في حد بده يعلق خالد كنعان، رقم ثلاثة والدكتور شبيب. يس هاي في حكيت أربعة، تفضل أبو طارق. صدام بعد صدام والحكم اللي سيطرت فيها داعش إلى حد ما على العراق، صار في خلال هذه الفترة كثير من التطورات. كنا نتعامل يعني preferential treatment في وقت من الأوقات، والآن أصبحنا نتعامل على أساس المنافسي. كذلك هناك تطورون سياسيين لم تتم الإشارة إليهم، وهو الوجود الإيراني وأثر الوجود الإيراني في العراق وأثره على اتخاذ القرار. السوق العراقي أصبح كابتيف ماركت للإيرانيين ومتنفس لهم في ظل الوضع اللي بنفسه فيه. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأوضاع، وأصبحت عملية الدخول للسوق العراقي هي عملية مبنية على التنافس، وما يعكسه حجم الصادرات الآن إلى العراق هو قدرتنا التنافسية وليس قدرتنا اللي بنحكي عنها. أيام كانت الصادرات حوالي 1300 مليون، لأنها كانت قدرة تفضيلية وليست قدرة تنافسية. أنا باعتقادي الآن أصبح السوق العراقي مثله مثل أي سوق آخر بالنسبة لنا، لن نستطيع أن نبيع فيه إلا إذا كنا منافسين من حيث الجودة ومن حيث الأسعار، وخاصة أن العراقيين كانت لهم قبل فترات ممارسات مع المصدرين الأردنيين ليست سارة. الآن أصبحت التنافس أكثر جدية. وشكرا. صباح الخير، شكرا للجميع. بدي أحكي نرجع لموضوع العجز في الميزان التجاري. يعني العجز في الميزان التجاري عماله بيكبر أنا باعتقادي، وإذا في إشي بيصير في فجوة ممكن يكون بسبب المشتقات النفطية. معالي الدكتور طارق، بالنسبة لقائمة السلع المعفية، قائمة السلع المعفية أنا سامعها من الوزير العراقي بيحكي إذا في مصنع بالعراق بيفتح أنا بشيل الإعفاء عن هاي السلع. يعني مصنع، هلا مصنع غسالات مسموح يدخل للعراق، انفتح مصنع بالعراق بشيل السلع. يعني احنا بكره ممكن نصير نطلب انه خلص نحمل مصانعنا ونطلع للعراق. اذا الحكومه العراقيه مصنع واحد بيفتح بالعراق بتعطيله الحماية الانتاج الوطني. طب احنا ما عندنا حمايه نهائيا whatsoever. خلينا نفكر باللي حكاه الشيخ الخوام. يعني انت عندك عجز ضخم جدا و9 مليار ومتذبذب، احنا ليش منفكر فعليا نعمل حمايه للصناعه الاردنيه؟ يعني عم يعطونا في سلع مغرقه الاسواق الاردنيه اغراق كامل، وسلع ممتازه وتصنع بالاردن بديل الها. ليش انا اسمح باغراق كبير من مصر ومن السعوديه ومن كثير من الدول المحيطه فينا؟ ليش ما يكون في عندي فتره معينه اجي احكي انا بدي امنع استيراد هاي السلعه؟ احنا ليش بدنا نضلنا متشبثين يا اخوان بالWTO؟ انا مش عارف، وضعنا بسوء، وضع الاقتصادي سيء، ما حدا يجمل. صادراتنا إذا بتزيد بتكون عبارة عن جليتش، صادرات تعدينية، سعر البوتاس طلع، سعر الفوسفات طلع. إحنا منعاني، إحنا وحكينا مع معالي الدكتور طارق وقدمنا للحكومة، يا عمي في سلع تغرق السوق الأردني امنع استيرادها بيريد. قال لك الشيخ أمريكا، ماشي أنا مش زي أمريكا، بس أنا برضو لأني صغير بدي أحمي صناعتي. مصر بتحمي صناعتها بس بذكاء. مصر بتحط 100 معيق وما حدا قادر يصدر لمصر، ومنروح وببوسوا لحها ومنرجع حكي فاضي. مع احترامي للكل اللي راعى مصر، اخوان يعني لايمتى نضلنا نجمل الحقيقة؟ في سلع بدها حماية، في سلع احميني فترة، اعطيني فترة اوقف على رجلي. العراق
سكرت انسحبت من اتفاقية التجارة الحرة العربية، لغت الاتفاقية الثنائية مع الأردن، الدولة الوحيدة اللي كان معها اتفاقية ثنائية لغتها، أعطتنا 330 سلعة، مصنع يفتح بلغوا السلع، السلع نزلت من 330 ل 275 والحبل على الجرار. معناته أنا موضوع أني أصدر للعراق يعني حكي فاضي، إذا أنا كل في طالعة والعراقيين بحموا كل واحد، أنا بكرة أنا أي مصنع في الأردن راح يفكر صراحة ينقل للعراق تحميني، مو الحكومة العراقية بتحمي، تحمي مصنع. إحنا مئات المصانع بالأردن وبتعاني ومغرق السلع من كل العالم، والحكومة بتقول لك WTO، يعني WTO عراسي، ما أبو WTO منظر WTO الأمريكان بسحبوا من كل إشي اسمه WTO. أنا سوق صغير دكتور، وضحت وصلت. أنا بس بدي أحكي على موضوع، وصلت تحكي لنا على العراق شوي، بدي أحكي على العراق. خلص WTO موضوع بعدين مع معالي بتبحثوا. لا مو هذا جوهر الموضوع، الجوهر أنت كيف بتقدر تقلل كلفك إذا أنت مش معطيك نفس، فيش نفس، كل الدول المحيطة فينا بتحمي صناعتها إلا الأردن، وهذا واضح. يعني أنت عمالك بتحكي على واحد عمالك منافسة غير عادلة. أنا بدي أحكي عن موضوع تاني كمان بما خص العراق أو بما خص أي سريعة دكتور، موضوع الائتلافات موضوع مهم جدا اللي حكاه معالي أبو طارق، وهذا لازم نشد عليه ولازم يكون في بس برضو كمان بدك حوافز. يعني أنت لما تعمل ائتلافات في شغلات معينة لازم يكون في نوع من الدعم، نوع من التشجيع للقطاع الخاص، إنه أنا لما بدي أعمل أي ائتلاف في أي عطاء يكون في نوع من الحوافز. أنا أطلت شكرا. صباح الخير. طبعا بضلش حكي نحكى كل شيء نحكى اليوم، بضلش شيء، بس انا دائما لما ابدا حديث عن العراق دائما بحب اشير لبعدين او زاويتين. اول شيء دائما لازم نسال احنا شو بده العراق من الاردن. قبل ما نحكي الاردن شو بده يبيع للعراق لازم نسال السؤال شو بده العراق من الاردن. ثانياً نقيم شو قوة الأردن، شو الفورتيس تبعتنا. واضح إنه الصناعة عندنا إيشوز فيها، فهون بركز على الخدمات، والخدمات لها فرص كثير، مجالات خدمات الصحية، المكاتب الهندسية، القطاع الطبي، الاستشارات القانونية، التدقيق والمحاسبة، المالية، البانكينج طبعاً، والمعلوماتية، الاي تي طبعاً ضروري جداً. هذه البنود كلها بحتاجها العراق، وبركز على الخدمات. مثلا موضوع السكيورتي، معلش بدي اشير لابو ربحي، موضوع السكيورتي. العراق صار له 40 سنه عنده مشكله بالسكيورتي، عمره ما كان العراق في سكيورتي، نحكيها بصراحه. حتى ايام الحصار انا عشت بالحصار، بال99 98 سنه 2000 كنا نخاف من الخطف ونخاف مش عارف شو، كنا نخاف منه. هذا بال2003 في مقاولين أردنيين نزلوا اشتغلوا بالعراق تحت الضرب وعملوا فلوس. العراق موضوع السكيورتي ما حينحل، وموضوع عفوا بدي اسمع احكي الكلمه هذه ما حد حكى فيها اليوم، الفساد اوكي موجود، بس في ناس بتشتغل، في ناس بدي احكي مثلا زي البنك الاهلي، اخونا ابو طارق صار له كم سنه بيشتغل العراق بالبنك الاهلي، ما شاء الله شغلهم ماشي. كان في شباب ينزلوا من عمان هون، يعني اقول والله كيف كانوا ينزلوا من 5-6-7 سنوات ونزلوا واشتغلوا، ما شاء الله اليوم روح بنوك عراقية، في كتير عراق أردنيين بالبنوك العراقية. فهذا موضوع السكيورتي لازم شوي نبعد عنه. برجع على كلام معالي الوزير أو معالي ومعالي ومعالي طبعاً ثلاثة، موضوع الزيارات الغير بروتوكولية باعتقادي هذه مهمة جداً. وبدي أحكي على قصة نجاح عملناها جديدة ما لهاش حوالي أسبوعين، عملناها بقطاع الاي تي. الجمعية الاقتصادية الأردنية تعاوننا مع الـ IFC ومع رابطة البنوك العراقية. طبعا هون بشد يعني موضوع مهم جدا، أن دائما يكون في شريك للسائد العراقي يشاركك بأي جهد تعمله. طبعا احنا ما عندنا خبرة بالـ IT، فاتصلنا مع إخواننا بإنتاج، قلنا يا إنتاج أنتوا مجالكم ساعدونا، أعطونا الكونتنت وأعطونا السبستنس وأعطونا السبيكرز، وعملنا جلسة بغداد أجا 200 واحد عليها. وأنا أنا بحكي هذا الحكي صار له أسبوعين، أنا صار لي أسبوعين نون ستوب يوميا
صارت شغل الشاغل موضوع الاي تي، بيحكوا مع عراقيين بيحكوا مع اردنيين مش عارف شو. انا شخصيا على ايدي عملت ثلاث شركات بعد الاجتماع هذا، ثلاث شركات يعني شركات از جوينت فينتشرز، ما عم نحكي انه والله باع وشرى. فاللي يفكر بالعراق اليوم بده يطلع من عقليه انه والله السوق العراقي وبدي ابيعه ويشتري مني. It's not sustainable. Sustainable إنه يروح العراق ويحاول يبني شركات مستدامة. هلا كيف وكل قطاع له يعني له تفاصيله. بس الآخر يعني this is the way to do it. شركات. شكرا كثير لكم. فرصة لأنه هو مضطر إنه يطلع بعد شوي. بس يرد على بعض. دكتور شبيب ده. صباح الخير، شكرا لإتاحة الفرصة لي. بدي أحكي ثلاث ملاحظات سريعة. الملاحظة الأولى بدأها أخي الأستاذ مفلح عقل، بحب أكمل على اللي قاله. أن نتذكر الأساسيات كلنا بنعرفها بس نتذكرها، الإعفاءات والبيع السياسي والبروتوكولات إذا لم تضمن ديمومة في التجارة الدولية، إذا لم تضمن الديمومة يعني بتفيد in the short run إنه الإعفاء بنتهي بشكل أو بآخر، والإنفيشنت هو اللي بيروح من خلال الإعفاءات. فبالتالي إحنا مع الإعفاءات ولكنها يجب أن ينظر إليها كفتح باب للقطاع الخاص أن يضع الاستراتيجية ويصنع النوعية ويفهم السوق ليبيع بشكل مستمر بعد انتهاء الكونتراكت السياسي اللي كنا نسميه بروتوكول. فشكراً أبو طارق الأستاذ مفلح أنك أثرت هذه النقطة اللي من وجهة نظري مهمة جداً كأساس لهذا الحوار. النقطة الثانية، أشكر معالي الدكتور طارق إنه أثار موضوع مهم. قال لقينا في المولات أن أسعار بعض السلع المرتفعة ممكن ننافسها على الرغم من ارتفاع كلف الإنتاج في الصناعة الأردنية. هذا مثبت نظرياً، وأنا أقول ذلك حتى أشجع الصناعيين أن يبحثوا عن الفرص اللي مثل هذه الفرصة. بالنظرية لما الأسعار على في نطاق الأسعار المرتفعة، في نطاق الأسعار المرتفعة ارتفاع السعر أكثر ما بيقلل الطلب على السلعة. هذا ما نسميه price elasticity of demand. جميل جدا أن يكون المسؤول الأردني بيفتح آفاق القطاع الخاص يقول له منين يفوت ومنين يطلع. آخر نقطة إذا سمحتوا لي، سياسيا كلنا نعلم أن إيران تلعب دورا كبيرا في العراق. بقدر أقترح أن ندرس بوث الحكومة والقطاع الخاص، هل لإيران دور بإنها تخلي مسار التجارة العراقية inward and outward في الاتجاه اللي بدها إياه؟ يعني إحنا قلنا إنه في النصف الأول من 2018 بالرغم من كل جهود الحكومة والقطاع الخاص بالعراق، يمكن أكثر دولة زرتوها سيدي العراق، ومع ذلك النصف الأول من هذا العام صادراتنا للعراق أقل. هلأ إذا نزلت، معالي الوزير حكى الأسباب من وجهة نظره،
إذا نزلت تجارة الآخرين مع معنا your arguments مع للأخ sufficient كفي، لكن إذا البقية زادوا وإحنا نزلنا يجب أن ننظر إلى أسباب أخرى، ومن ضمنها المعروف إيران لها دور كبير في العراق حتى نشتغل على إيران. شكرا. شكرا لجميع الملاحظات والاقتراحات والمداخلات. والحقيقة أنا عندي قناعة كبيرة أنه أنا اليوم فرصة هامة في العراق، وأنا لا أتحدث مرة أخرى عن قطاع الصناعة فقط، أنا أتحدث عن قطاع الصناعة، عن المقاولات، عن الخدمات، عن المستشفيات، كل القطاعات. لدينا فرصة كبيرة جدا بالعراق. اليوم أنا أعتقد هنالك توافق سياسي بيننا وبين إخواننا في العراق على المضي بهذا الملف، ولدينا تحديات، وأنا بقدر أقول لكم جزء من التحديات اللي على المستوى الحكومي كمان. عن ارتفاع كلف الإنتاج، أنا أول واحد قلت، أنا ببداية الحديث بالبداية حكيت عن ارتفاع بكلف الإنتاج. بس حابب أحكي لكم قصة سريعة. أنا مبارح جيت من الضفة، كان عنا لقاءات بمدن فلسطينية مختلفة، آخرها كان بالخليل، اجتمعنا مع غرفة صناعة وتجارة الخليل، حكونا كلمة مهمة، قالوا بس بدنا نقول لكم إحنا ما بناخذ من الحكومة إشي، الزفت تبع شوارعنا إحنا اللي بنعملها كغرفة عشان نزفت نوصل للمصانع، المستشفيات القريبة منا عشان يمرض أولاد، لما يمرض أولادنا إحنا اللي بنعملها. إجينا قلنا بدنا نشجع الانتربرنورز، عملنا فند بمئة مليون دولار إحنا القطاع الخاص، ومع هيك إذا بتطلع على أرقامهم مذهلة. مرة أخرى اليوم أنا لو أنه عندي فائض بالميزانية، لو أنه دخلي أعلى من إنفاقي، لو إيرادي أعلى من إنفاقي، منيجي من وازن منقول والله يا إخوان خلينا نرمي 100 مليون على تخفيض كلف الإنتاج للقطاع الصناعي، 500 مليون حوافز لتشجيع الائتلافات والتحالفات بس كلياتنا مدركين أرقام الموازنة مش سر. اليوم قدرتي على الحركة المالية محدودة، هذا هو الوضع، بدنا نتحرك ضمن الوضع هذا. إذا بنطلع على الآخرين عم بتحركوا ضمن محددات في بعض الأحيان أكبر من المحددات والقيود اللي موجودة عندي وعم بنجح. أنا اليوم عم بتطلع على بعض الصناعيين بالرغم من كل الصعوبات، أحد الصناعيين صادراته السنة هاي كنت عم بحكي معه وبتطلع على أرقامه، صادراته السنة الفات 5 مليون، السنة هاي 25 مليون لآخر السنة، توقعاته السنة الجاية 80 مليون. في جوانب إحنا مرات نغفلها، صحيح مطلوب من الحكومة جهد كبير جدا، بس اليوم الوصول لبعض الأسواق، إنك تداوم بسوق أنت بتعتقد إنه في عندك في فرصة، وبجوز ما فيش فرصة competition to the bottom بس في فرصة competition to the top ببعض المنتجات. بدنا نشتغل مع بعض أكثر، بدنا تشبيك أكثر بين القطاع الخاص والقطاع الخاص. مرة أخرى أنا شاكر لكم على جميع الملاحظات. لا أنا بدي أجاوب. معالي حكى عن إيران وأبو طارق حكى عن إيران. أنا أعتقد اليوم عشان ما ندخلش بتفاصيل حوارات وخلافات وتوافقات، أنا أعتقد اليوم ضمن كل المعطيات، وهي حكيتها هي ثالث مرة بعيدها، ضمن كل المعطيات والمعادلات قادرين أن ندخل السوق العراقي وننافس في جميع القطاعات سواء الخدمية أو السلاحية في السوق العراقي. أنا مش محتاج أغير قواعد المنطقة عشان أقدر أنافس بسوق، وأنا مش محتاج أسكر الأردن عشان أقدر أنافس بسوق. ضمن كل المعادلات اللي موجودة والخربطة اللي موجودة بالمنطقة، أنا قادر على المنافسة في العراق وفي كثير من الأسواق، ولكن بدك تدخل على التفاصيل، بدك تدخل على التشبيك الأفقي والتشبيك العمودي. بجوز في سلعة معينة لا أستطيع المنافسة فيها لأنه it's highly price sensitive وكلها في أعلى، بس في سلع أخرى قادر على أني أنافس فيها بالرغم من كل معادلات المنطقة. شكراً لكم جميعاً والله يعطيك العافية. بس بالله إذا شيخ بس بعد إذنك أنا أخليك الداخل، بس منا we have to hold you another 5 minutes. معلش في سؤال عند 6 صفي ناس بجيك يا شيخ إذا تسمح لي شوي، بس خلينا نأخذ آخر سؤالين إذا سمحت. إبدأ إذا سمحت. تفضل. سؤالي لمعالي الدكتور طارق.
هلا احنا كصندوق نمو عندنا اكثر من 40 شركه بتصدر للعراق، وجمعناه قبل هالمره مع عندهم مشاكل، وفي اكثر من 5 صناديق عم تنشا بالاردن لتمويل السمول اند ميديوم انتربرايزز، وهي كلها الطريقه الوحيده فور سستينابيليتي انها تصدر للعراق، وبالفعل هي بتصدر للعراق. وعم نفتح برضو مع الكابيتال بانك، عم نشتغل من خلال نفتح الحسابات البنكيه حتى نقدر نسهل التبادل التجاري والنقدي بين البلدين. المشكله انه هدول عم بيواجهوا عوائق فيزا، عوائق امنيه تجاريه، دفع ريسيفبلز. في جهه بالوزاره ممكن تتخصص باستقبال هدول الناس اوريدي موجودين، احنا بنحكي على اكثر من 150 شركه وعم بتواجه عوائق بالتصدير للعراق، وجاهزين للتصدير وعم بيصدروا للعراق، بوقفوا بقل التصدير لانه ما في جهه وحده يراجعوا فيها الوزاره بحيث انه يحلوا لهم كل هاي المشاكل. شكرا. شيخ اخر مداخله لك اذا سمحت، تفضل. اي احنا حبينا بس نسوي فوكسنج على شغله بسيطه، يعني خلينا ناخذ سامبل، موضوع بسيط جدا. هذا مو مكان الحوار اللي احنا نحكي فيه، هذا مكان يمكن جناب الدكتور قبل اسبوع واللي بادر وطلب تليفونيا مساء، قال شنو مشاكلكم بكره على الكذا، وحكى يمكن بالعشرة ونص بالليل. معالي وزير صناعة يطلب صناعي بالعشرة ونص بالليل، هذا دليل اهتمام كبير، احنا نقدره كثيرا ونجله ونحترمه، ولتذليل الصعوبات احنا مش مرمى وشوتينج حتى فقط نحكي، لا هذا المفروض ان نقوله. بس احنا نجي نحكي على ميكانيزم العملية شلون تمشي. اليوم اذا اجينا اخذنا تشجيع صادرات فور اكزامبل، خلينا لنا صندوق ولو بسيط، ولو بعشرة مليون، ولو بخمسة مليون، عم بتشجع صادراتك بهالعشرة بالمئة سوة باللي يقدم عليك، ومش بالضرورة أخذه من عندك، لا خليني أنا تدفع جنابك باليمين تأخذه بالشمال، لأن اللي يجيني من الشمال أحط عليه مثل ما تفضل الدكتور أبو حلتم وحكى، أحط عليه بالجهة الثانية تعال ادفع هنا، لانه ما بقدر، انا ما بقدر اتحمل هذا. فهاي المعادله، حميت صناعتك وبدون ما تدفع، انا ما بدي اكلف الدوله، احنا عارفين ثقل القضايا على الموازنه، فهذا بس مجرد حلول بسيطه. شكرا جزيلا. طيب شكرا جزيلا. انا بعتذر اذا في حدا كان بده يحكي، بس معالي يعني شاكرين جدا لمعاليك لحضورك واستجابتك، لكابتل بانك لرعايته هذه الفعالية، للحضور اللي استمر معنا لآخر هذه الجلسة، ونأمل أنه هذه الجلسة تكون بداية لحوار أعمق ربما حول قضايا أكثر تخصصية، سواء في مجال الخدمات أو في مجال الصناعة أو في مجال الصحة. شكرا جزيلا، ويعني